اخص ورع ويحط مكياج. متى تحطين المكياج؟ عندي تصوير اليوم تخيل. يا لعنه بدل ورع عيا ترى هذه ورع عادي ما يحسب انها يعني. لا متى صرتي تحطين مكياج؟ ترى هي ورعه فايله تدرون عيال. طيب عندي تصوير يا اخي شو اسوي؟ لازم اكون مرتبه. يا انا حاطه المكياج وهذا وجهها كبر هذا صغير. متى تحطين مكياج جالس السلال؟ تدرون هي عيال صدق والله العظيم والله العظيم انها ورع اعرف انا. طيب وش فيك؟ خلاص تدري الله يخليها ان شاء الله لما امها تكلمها تكفون تبع على بنتي ترى هي ما تعرف شيء ترى هي غبيه ما تفهم. انت هي شيل المكياج بسرعه شيل المكياج. قومي اغسلي وجهك. يا اخي ليش وجهي عاجبني؟ قومي اغسلي وجهك ما بزين هذا حق الناس الكبار. قومي. ما ابغى الا بتغسلين وجهك. خلاص اذا فزت علي وقتها احكم عليك. قومي اخس يا بزر صرت تقول على الصدام. اخس اول كنت عندي في البرنامج والله ما كنت تنبسين ولا تنبس الدجه. حاط عدسات بعد يا ويلي ولا مره اللي راحوا الورعان الله يلعن بيسكم. الله يستر بكره هذه تسوي دوتو بينها وبين واحد. ثم الله العظيم ثم الله ندق على وين شرطة الأطفال ينتقونكم بدنيكم. تخيلي عاد انت تسوين ثنائي مع أحد. يا والعالم يا بالبيت عندنا حب وغرام يا لعنة بدل الخريط يا مال السي والسواليف تجيب المرض. أمانتك فين؟ والعالم يا الله صرت أتابعهم أكثر من المسلسلات. أنت داج واللي تابعكم داجين كلهم. لو تسوين دوتو تديني أقسم بالله لعلم أمس بقول قاعدة تسوي حركات وسخة. صدق عاد والله العظيم بقول قاعدة تسوي أشياء مخيسة في العيون. أوف حاطة عدسات هذا كبرص حاطة عدسات. أما أنا سعود شكلي مو حلو. مخنزة والله العظيم تقول بهلول دمع الدبل. ليش ما بزين عليه توس تلعبين في بشرة سعود أنت عدس ورع. عادي مرة يا أخي. ما هو بعايدي لا والله ما هو بعايدي عادس ورع ها بثي وخذي دراهم وروحي تقضي له هلس. اتركي مني خباز على بالس. لا دخلتي مع احد خلوه يا ورع. مين تدرين اقابلهم في الايفنتات اقسم بالله يا عيالني اقابلهم في الايفنتات اشكالهم صغار اقول انا يلعن ابو التيك توك يا قالوا ليش قلت لعن ابوك دغري طالع منها مسوي طالع منها تكفون يا عوا تكفون تكفون اللي بالتيك توك والله العظيم يمين بالله. شوف الفرق بيننا. طيب شوف الفرق بيننا هذا الفرق بيننا ترى. ها انت لا تتكلم علي وانت ما تشوف نفسك. طيب تراس انت على ان صغيره سن بس سبحان الله شوفي والله يا الربع اني ما ازل عليكم ان هذه يا الله نتفه صغيره يا جعل كم الصلاح يا هل نشوف لانا بكره تسوي ثنائي؟ لا بتقولين كذا عشان دقيقة خلنا نسوي مثلا دقيقة لانا ترى اليوم خفت اغسل على ابوك ورع من عيون جدف الله يلعن بيها مرة جاهزة على طول عيوني جاهزة على طول انها جاهزة بالرد ما شاء الله يعني ودث اخو محمد صدق والله العظيم والله العظيم انه ملكع يقول سوي الشيء بعدين يقول ليش تسوينه نعم انا الله يا امت الحلال انا يا مسويت ليش انا شخصيا ما كنت ادري عنها اصلا كنت العب واخبط منه وكل يوم يعني تخيلي بسم الله علي ذيك الايام مقضي يمني قديم انا لا اله الا الله ما ادري كيف مشت معي الحياه اصلا ادخل مع ذا واطلع مع ذا وادخل مع ذا ورع بنت وكذا اول بدي اخبثها الحياه عرفت لان